ما أنا ده اللي عاوز أسألك. طب إذا الله خلق الإنسان لهدف معين، إزاي أكتشف كيف ممكن أعرف هذا الهدف من وجودي؟ أول حاجة بقولها لكل واحد بيشوفني دلوقتي، لابد إنك تبقى عارف ومتأكد وعايش إن الله أوجدك في الحياة لهدف ولم تأتي بالصدفة. والرسول بولس يقول بوضوح في أفسس: نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فعندي القناعة الكاملة، وعايز كل مشاهد يبقى عنده القناعة دي، إن أنا مش بابا اتجوز ماما بالصدفة وأنا جيت للدنيا بالصدفة، لا، ده هو أوجدني في التوقيت ده لرسالة. نحن عمله، جاية في ترجمة كتاب الحياة، نحن تحفة الله. بعض الترجمات الإنجليزية إن إحنا his masterpiece. يا إلهي، للدرجة دي؟ إذن ده أوجدنا لخطة، لرسالة، ده عايز يستخدمنا بركة،